عندما نتحدث عن السياسة الألمانية، تبادر إلى أذهاننا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. هذه السيدة تستقبل دوريا الرؤساء والمسؤولين. الرئيس الأوكراني الجديد فلوديمير زيلينسكي زار رسميا ألمانيا، وتم استقباله في برلين بحفل رسمي في مكتب المستشارة مع حرس الشرف على السجادة الحمراء. لكن أمرا غريبا حدث للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عند استقبالها الرئيس الأوكراني الجديد فلوديمير زيلينسكي. نشاهد. هذه الرجفة أو الارتجافة من قبل ميركل أثارت الاهتمام الكثيرين، لكن ميركل نفسها علقت مباشرة في المؤتمر الصحفي مع زيلينسكي بعدما حدث لها من الرجفة وطمأنت الناس. ما هو السبب بحسب ما تعتقد ميركل؟ نستمع. Also ich habe inzwischen mindestens 3 Gläser Wasser getrunken, das hat offensichtlich gefehlt und insofern geht es mir sehr gut. انعكس ما حدث لميركل على وسائل الإعلام ومواقع التواصل متسائلين عن سبب ما تراها، متسائلين عن صحتها. هنا سابيندا تقول: يا إلهي، لماذا لم يذهب أي شخص لمعرفة ما يحدث معها أو لمساعدتها إذا كانت على ما يرام؟ مجرد الاستمرار في التصوير لتوثيق ما يحدث لها بدلا من مساعدتها أمر فظيع. آمل أنها بخير. ريتشارد أشتون يقول: عندما تصل درجة حرارة إلى 30 درجة مئوية في ألمانيا يمكن أن تكون سيئة إذا كنت تعاني من الجفاف، آمل أن تكون قد تعافت بالكامل. باتريشيا تقول: من المذهل كيف أن ميركل استمرت بالارتجاف لأكثر من دقيقة ولم يهتز للرئيس الأوكراني أي مشاعر ولم يحرك أصابع لي أو لم يحرك إصبعا لمساعدتها. لكن أكد نائب مدير قسم الطوارئ في المستشفى هامبورغ أبندورف يقول دكتور الكزانتر شولسن: حالة ميركل بسبب نقص محتمل للسوائل في جسمها، وأن الارتجاف في حد ذاته ليس أمرا مثيرا للقلق في المنظور الطبي، وحالتها تحسنت عقب تناولها الماء، ومن الممكن أن تكون بلا شك إشارة لأنها عانت من مشكلة لفترة قصيرة في الدورة الدموية، ومن الممكن بسبب ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام التي تصل إلى أكثر من 30 درجة مئوية. ميركل كانت انتقدت اليمين المتطرف في ألمانيا بشدة قبل استقبال الرئيس الأوكراني، ما دفع تلك الجماعات اليمينية في مواقع التواصل الاجتماعي إلى اتهامها بأن ارتجافها جاء بسبب كراهيتها للنشيد الوطني الألماني وقلة حبها للوطن بحسب قولهم. إذن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تبلغ من العمر 65 عاما، كانت قد أعلنت سابقا عن عدم رغبتها بالترشح لمنصب المستشار أو رئاسة حزبها مجددا بعد نهاية ولايتها الرابعة عام 2021، ولكن ميركل لها شعبية كبيرة في العالم العربي، ولذلك هناك اهتمام بصحتها وبوضعها أيضا.